بيا عندكم في الدار والناس الدار وحنا مالين الدار. هزوا معايا فتحي ردوا لي انستغرام يا اخي، تيش نقول لك ما عرفتش شكون وما بغيتش نعرف شكون. انا انسانه مسالمه، ما عندي مع لا مضاربه لا شاده تقاري دايره خدمتي تحت مع حد عند الحيط، ما فهمتش وما بغيتش كاع نحاول نفهم باش ما كنتمنى يرجعوا خلاص. انا ما كندياش حضره الناس، نهار اللي يقولها عمر نسيقو، وما كنظنش بان داك الولد يكون خبيت لديك الدرجه، وما ما نتمناهاش ما ديالوش. هادشي اللي كنقول انا والله اعلم من بعد ما سمعتهاش. هي حقيقه انا جينا نشوفو هاد الموفمون دو راب، انا كبرت فيه زعما من شحال هادي، هي مزيانه من الواحد يبداو سي سكيليان دي انتريسون في دون لو فيت. وانا جاوبك فرنسوي سي بلو فاسيل بور مو. هي سا في اون سورت كو كان الجيل الجديد والجيل القديم اللي كاين واحد رب بنادم، باسكو كان يعني كاسور او فيت اي اون ميم طون سي بيان باسكو كومون تيكسبيكي سا سي كو ولا هاد لو بيف سا روندو دي جون اللي شحال من ديسك خرج في سيمانه، سي جينيال. راه كان واقيلا شي 10 سنين ما خرج واحد شي حاجه ولينا كنسمعوا به، سي بيان احسن حاجه كان دارا بيك دارا توفيقي هادي مي سي تري بيان. حنا او حنا واقيلا العالم سميتو في العالم العربي المغرب البلد الوحيد اللي فيه الراب وعنده واحد الساحه فنيه اللي متميزه وزعما بلوريال وفيها الراب حاضر بقوه. هادشي ما هادشي شي هاد الخصومات ولا هاد اصلا لي كلاش راه سي في لا كولتور راب، يعني لا كولتور اي باب راه كلها عامره كلاش دونك مزيان. اي بي اون ميم طون راه سا في اون سورت كو بنادم ولا عاوتاني كيرجع، باسكو اول مون دوني ولينا كنحشرو شويه الغاب. الغاب راه لا سي ليكسبريسيون دو لا رو. شتي في الفن عامة ما كاينش لي ليميت، لي ليميت كيديرها الواحد كيديرها الفنان، كل فنان عنده لي ليميت ديالو الخاصة. في الراب ما كاينش، في الراب يعني سي ميكس اكسبريسيون ديال لا رو، يعني الواحد ديال ما كنظنش بان الزنقة ديالتنا حنا في المغرب عندها اون ليميت. حتى في ميريكان راه كيتعاير الملة كلها كتعاير، ما بقاش في هذا الشيء، بقات في كل ارتيست كيدير لا ليميت ديالو الخاصة، كل واحد وعندو كل واحد وكيفاش عنده سميتو الطابع ديالو الخاص. غنخسر الناس اللي كبرت معاهم ضروره، ولكن كيعجبني فريمون كيعجبني ديزيدرو الزوين، يعني اون بليس سي كيلكان اللي دار بزاف د الحوايج، دار بزاف ديال لي تراك، يعني شاب ولكن عنده قدرات، السيد عنده ما يقول، مي ما كنقدوش نخسرو. نخيرك انت ما بين العائله وتوفيق العائله ان شاء الله. كاين مسلسل غيطرح هاد رمضان ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. دابا ما نقدش نقول ندوي عليه بزاف، ولكن عاوتاني غيكون شي دور بحال ديما، لا يعني انا ما عمرني ما كندير نفس الدور، دونك ديكو غيكون دور مختلف جديد بزاف، ونتمنى بان الجمهور ديالي يعجبو. مرحبا بكم في الدار، معكم فاطمه الزهراء الجوهري، كنبغيكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.